السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل بإذن الله سبحانه وتعالى في The Project Quality Management، ونحن من الآن بنلاحظ ظهرت معانا الـ Executing Process Group، بدأت تظهر معانا الأشياء دي. ظهرت معانا في البداية عبارة عن في الـ Process، في الـ Integration Management، في ما يتعلق بـ Direct and Manage Project Work، واختفت مننا بعد ذلك في الـ Project Scope Management والـ Project Schedule Management والـ Project Cost Management. ظهر تاني البروسيس ده معانا الآن في أول Knowledge Area اللي هي عبارة عن The Project Quality Management، لأنه الآن إحنا في جانب بتاع الـ Execution، وبالتالي The Quality هي جماعة قلنا to meet the customer needs. فعشان أنا أقدر أصل للأشياء المحتاجة لها الـ Customer exactly to fulfill the customer requirements، هعمل follow up ومتابعة أثناء الـ Execution، لانه يا جماعه الديليفرابلز والاوتبوتس بتظهر اثناء الاكسكيوشن. فظهر معايا بروسيس عباره عن مانج كواليتي، فلا بد قلنا من الاول نعمل بلان كواليتي مانجمنت اللي هو باعتباره البوليسيز والستاندرز والاشياء دي كلها، ثم نعمل مانج كواليتي اللي هي الاشياء اللي هنمشي عليها، الطريقه اللي هنعمل بيها كنترولينج، نوع التولز والتكنيكس اللي هيتم استعمالها سو اون، ثم كنترول كواليتي. وذكرنا يقول الباب ده ببساطة هو استبدال للباب بتاع Perform Quality Assurance في النسخة الخامسة، تم استبداله هنا ب Manage Quality، وبينا السبب انه ما كل الشركات عندها قسم بتاع Quality Assurance، وذكرت المثال بتاع صاحبي، ولكن يمكن ان انا اعمل Samples زي ما كان برضو في شركة من الشركات اللي كنت شغال فيها، كان جنبي ال Quality Departments كان بياخدوا Samples وبرسلوها لمكان ما يعملوا لها Assurance. قبل اشتغلت مع شركة كان عندهم لابس داخلي وعندهم تيم بيعمل لهم السامبلينج وبيجيبوها انترنالي، بيعملوا لها كواليفي اشورينج، بيعملوا لها الدياجنوسينج والتستنج وبيطلعوا بالقرار بتاعته. فعشت التجربتين، تجربه في شركه كان بتاخد السامبلز دي بيعملوا لها كواليتي كنترول، بيرسلوها لقسم اخر يديهم الاشورينج، ثم ياخدوا الفيدباك منه، بعدين يعدلوا على اساس الفيدباكس او الريزلتس اللي جات من قسم الكواليتي اشورنس. اما الشركه، واحدة من الشركات اللي اشتغلت فيها كانت عندهم قلنا قسم بتاع كواليتي كنترول بيجمع العينات وفقا لتوصية دي كواليتي اشورنس، ثم ذلك يا جماعة بيضمنوا الجودة من خلال بيجيبوا الانبوتس دي او السامبلز بياخدوها لاناليسيس لدياجنوسينج اند سو اون، في النهاية بيطلعوا بريزلت، بيعملوا لها ريبرزنتيشن تم تعرض لها زي ما ان شاء الله هنشاهد كيف هنعمل لها ريبرزنتيشن. طيب قبل ما ابدا عندنا كيس ستادي نشاهدها ان شاء الله، ودي حتوضح بشكل يعني ان شاء الله يكون واضح لكل الناس بمختلف التخصصات انه اهميه دي كواليتي مانجمنت، لان قد تنجز بروجكت اون تايم وقد تنجز البروجكت يا جماعه اون كوست لكن نوت اون كواليتي، ودي المشكله هنا. هنشوف الان في البروجكت ده هو عباره عن مطار هيثرو حصل شنو، نشاهد مع بعض نتعلم من الكيس ستادي، ثم ان شاء الله بعدين ندخل في الجانب بتاع البلان كواليتي مانجمنت وغيرها ان شاء الله فيما ما تبقى من الباب. شاهد يا جماعه الان الكيس وتعلم من الكيس، الناس اللي عندها خبره في المجال او ما عندها خبره، الكيس بتعلمنا كيف نستوعب الاشياء دي، كيف نترجمها بصوره عمليه، نشاهد مع بعض. Welcome everyone. Tonight we're going to fly you to Heathrow Airport in London, England to talk about the newly built Terminal 5 and what happened on its opening day. So why build a new terminal in the first place? Well, British Airways had three primary needs. They wanted to maintain their ranking as the number one airport in Europe. They wanted to improve scalability as air travel is expected to double by 2027. And they wanted to take advantage of economies of scale. Here's Willie Walsh, CEO of British Airways, to talk about the vision. This is the best thing that has happened in a long, long time. It will transform the experience for our customers at Heathrow. You know, the difference in T5 1 year from today is going to be staggering, and people will notice a much, much more pleasant experience going through the airport. Ultimately, British Airways wanted to make Heathrow the greatest airport in the world, and they had a number of specific objectives for Terminal 5. They wanted to increase passenger capacity, cut transfer times between flights, and move all British Airways flights to Terminal 5 to take advantage of economies of scale.
Now, this was going to be a big project, and they wanted to deliver it on time and on budget. So they had to find innovative ways to reduce risk. So let me tell you some facts about the terminal and the project. Terminal 5 is the largest freestanding structure in all of Great Britain. It has 110 aircraft stands and over 17 kilometers of bag conveyors. The project cost a staggering $8.5 billion and lasted for over 22 years, involving 60,000 people. 163 IT systems were implemented via 180 IT suppliers, providing over 400,000 hours of systems engineering. So, how did they manage such a big project? Well, the project was broken into four major phases. The planning phase began in 1986 and lasted for 15 years. This included a four-year public inquiry process for added transparency and feedback. The design phase began in 1989 and also lasted for 15 years. This reflected feedback from the public inquiry and also the realities of September 11th. Design involved advanced computer modeling for facilities and IT systems. The construction phase began in 2002 and lasted for 5 years. This included the application of innovative processes such as just-in-time construction material delivery and low-risk contracts with vendors. The operational readiness phase lasted for 6 months and involved over 15,000 volunteers to test every aspect of the terminal, along with advanced systems emulations to test the new baggage handling system. The project was actually delivered on time and on budget, and excitement began to grow as the opening day approached. Terminal 5 is very important for British Airways because for the first time in almost 40 years, we'll be able to have our core operations under one roof. So it'll give us a much more efficient operation, and we will be able to give our customers the standard of service that we've aspired to give. I'm delighted to be here at Heathrow today to join these special celebrations and formally to declare Terminal 5 ready for business. So is Terminal 5 ready to open? In a word, no. T5 was plagued by a number of logistical issues. Employees coming to work on their first day at T5 found that the car parkade was closed when they arrived. Other employees that did get into the parkade later in the day ran into issues of poor signage in the parkade and a lack of employee-designated parking stalls. However, the parking issues were just a precursor to the major IT failure of the baggage system. To further add insult into injury, many employees could not log into the various computer systems to carry out their assigned activities. Many of the elevators in T5 did not work, and the transit system to shuttle passengers from T5 to other terminals at Heathrow did not work. So what were the consequences of these IT failures? Thousands of inconvenienced travelers due to 250 cancelled flights into Heathrow, affecting British Airways and other interconnecting air carriers throughout the world, and over 23,000 misplaced pieces of luggage. The result of all this was a loss of reputation for Heathrow and British Airways, as well as a drop in share price for British Airways. This incident was summed up by the British Airways CEO, Willie Walsh, with the following soundbite. It was not our finest hour. You know, we disappointed a lot of people. We've clearly learned some lessons from some of the issues that went wrong early on yesterday morning. We did get off to a better start today, and we just got to keep focused on it. So why did this happen? And how could it have been prevented? طيب الآن تعلمنا من الكيس أكثر من شيء وهي دي الدروس المستفادة ببساطة. Take advantage of economies. الآن ببساطة عندك
قلنا الكيس الآن تم تسليم البروجكت on time و on cost بمعنى on budget، ولكن الإشكال حصل إنه not on quality. دي المشكلة يا جماعة، إنه not on quality. طيب ليه؟ سلمنا البروجكت on time، سلمنا البروجكت on cost، لكن لما ما حصل meeting the customer needs حصل rejection، حصل failure. السبب unquality things. طيب واحد ممكن يستغرب يا جماعة الغريب، إيش معنى مطار هيثرو والمشروع شغال سنين طويلة جدا جدا، ومرة عبارة عن before phases، ما بعرف the operational the planning phase the design phase construction phase operational readiness phase، وكانوا مجهزين وبيعملوا خطوات كثيرة جدا جدا، إيش معنى حصلت defects بالحجم الكبير ده؟ كان عندهم expectation واضحة، أهداف عاوزين من أجله يحققوا، معرف increasing the passenger increasing معرف the income ياخذوا وضع في السوق كبير جدا جدا، يحققوا نجاحات كبيرة جدا جدا. شوف السيستم أو الآن الأنواع يعني عبارة عن كمية بتاعت figures للأرقام اللي تم استعمالها أثناء البروجكت والplanning phase. شوف ماخذ زمن قدر شنو يا جماعة، من 1986 إلى 2001 زمن ما سهل. الديزاين فيس من 1989 إلى 2004 برضو زمن ما سهل. كونستراكشن فيس من 2002 إلى 2007 تعتبر يا جماعة زمن كافي جدا. بعدها جينا لأوبريشنال ريدينس اللي هي المراحل الأولية، الاستعداد من قبل الافتتاح، وضع اللمسات الأخيرة، الفينيشز، التاتشز، الأشياء دي كلها. لكن رغم ذلك البروجكت حصل فوقه يعني ديفكتس، حصل في البروجكت ديفكتس. طيب السبب بكل وضوح في عبارة عن quality problem. شايف الآن المشروع delivered on time on budget، حاجة تم تسليمها في زمنها ووفق الميزانية، لكن فيما يتعلق ب the quality حصل defects، وبالتالي معها كانت بالنسبة عبارة عن catastrophe. قال we disappointed a lot of customers أو a lot of people، اعترف يا جماعة أنه نحن الآن ببساطة يعني فقدنا كمية من الكاستمر، ويمكن كان سبب البروجكت دي مع انهم حصل lost in business و lost in reputation. British Airways فقدت سمعتها، اخذت زمن طويل لحد ما تسترجع يعني تعمل تسترجع الناس او الكاستمر كانوا معاها بسبب ما حصل، لانه يوم 250 رحلة تم اتكنسلت، 23,000 قطعة بتاعت شنطة او باكجز حصل لها يعني ممكن نقول عبارة عن misplaced يعني وضعت في مكان غير مكانه إلى آخره. فاضطرت يا جماعة الشركة تبذل من المجهود ومن المجهود الكبير في أنها تسترجع ما تم خسرانه أثناء البروجكت، وتحاول بعض المكان يا جماعة to get back the customer. أكيد هي it takes time، الموضوع ما سهل يا جماعة ببساطة. الإنسان حيخسر كثير جدا في الأشياء دي، وحيخسر كثير جدا في انه تجد كاستمر باك، خاصة في زمن فيه تنافس عالي جدا جدا جدا. على كل دي كيس تعلمنا منها اهمية دي كواليتي مانجمنت. غد يتم انجاز المشروع في زمنه، وغد يتم انجاز المشروع وفق الميزانية، ولكن غد يتم ريجكشن او يتم رفض المشروع تورالي او جزء معين منه بسبب انه ببساطة ما يتعلق بالكواليتي ثينكس ما تمت بصورة بروفيشنال. وذكر الان عبارة عن باركين بروبلمز نتيجة لبور سينج. طيب ليه ما جربوا قبل الاوبنينج؟ اشكال عبارة عن باجت سيستم فيلير. شوف ايش رد الان مركب بصورة دي كيف. اكسس از دينايد عبارة عن سوفتوير بروبلم او اي تي بروبلم. الليفر فيليرز الليفت اوت اوف اوردر، المصاعد كلها يا جماعة الان واقفة، وما نتج عنه قلنا يا جماعة 250 رحلة بتاع الطيران اتلغت، و 23,000 عبارة عن bags misplaced وغيره يا جماعة. الخلاصة loss of reputation drop in share price. الدرس المستفاد انه we should do our best to make a proper planning for the quality management، ودي أهمية الباب ده إن شاء الله، ونحاول لاحقا نفصل في الدرس المستفاد. وحاول اسمع الكيس دي او شاهده مره واثنين وثلاثه. عندك اي تعليقات، عندك اي اضافات، ان شاء الله انا معك في الجروب. عاوز تعلق على اشياء، عاوز تبين نقاط من زاويتك انت شايفها اوضح،
إن شاء الله معاك في الجروب. خليكم معانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.